نشرة الظهر. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. تونس تحتضن بداية من اليوم الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين وتعزيز مسارات الهجرة الأمنة والنظامية. وزير الداخلية كمال لفقي يؤكد إحباط 3369 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة والقبض على حوالي 600 وسيط ومنظم. انطلاق الملتقى الوطني للتكوين المهني للتعريف بالفرص المتوفرة والآفاق التشغيلية، وفي النشرة مواكبة لأشغاله. في العالم، بدء مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه وانتخابات رئاسية مبكرة في إيران في 28 من جوان المقبل. وتصعيد عسكري إسرائيلي في الضفة والقطاع وجلسة مفتوحة في مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في مدينة رفح. أكد وزير الداخلية كمال لفقي لدى إشرافه اليوم على افتتاح الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، أكد حرص تونس على تسخير كافة الإمكانيات رغم محدوديتها لتفكيك التنظيمات الإجرامية التي تتاجر بالبشر. وفيما يتعلق بمجهودات الدولة في مواجهة الهجرة غير النظامية منذ جانفي 24 و2000 إلى غاية النصف الأول من الشهر الجاري، قال وزير الداخلية إن 52972 شخصا حاولوا الاجتياز نحو الفضاء الأوروبي، بينهم 48765 أجنبيا، مضيفا أن 4334 شخصا من بينهم 4243 أجنبيا تم إنقاذهم. كما أكد وزير الداخلية أن الوحدات الأمنية تمكنت من إحباط 3369 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة والقبض على حوالي 600 وسيط ومنظم وحجز 429 مركبا وزورقا. من جانبه، بيّن المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط شمال إفريقيا عثمان البلبيسي أن المنظمة أعادت أكثر من 5200 مهاجر في تونس إلى بلدانهم منذ سنة 23 و2000 إلى الآن. مع تزايد أعداد تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية خاصة في شمال إفريقيا، تهدف هذا المؤتمر إلى الحديث عن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وبحث الطرق المثلى أو الفضلة لمعالجة هذه الظاهرة عن طريق التعاون بين الدول الأعضاء وعن طريق الاتفاق على آليات مشتركة، منها مشاركة المعلومات، تطوير استراتيجيات عربية مشتركة، مع التأكيد على ضمان حقوق المهاجرين وحقوق الإنسان كطبعا شيء أساسي لجميع النشاطات المتعلقة بالهجرة. في تونس في عام 2023 قامت المنظمة الدولية للهجرة بإعادة ما يزيد عن 2600 مهاجر إلى بلدانهم. 2024 حتى الآن قمنا بإعادة نفس هذا الرقم خلال 4 شهور فقط، والعدد في تزايد. والآن كان لنا لقاء أيضا مع معالي وزير الداخلية حيث تم مناقشة موضوع إدارة الهجرة بشكل متكامل، واستمعنا إلى وجهة نظره وإلى توجيهاته، وإن شاء الله سيكون هناك زيادة للتعاون. وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين وتعزيز مسارات الهجرة الأمنة والنظامية يتواصل بالعاصمة إلى غاية 23 من مايو الجاري ببادرة من وزارة الداخلية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة. أكد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب اليوم أنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تحسن ملحوظ وتنامي الاستثمار الأجنبي في تونس وانتصاب العديد من المؤسسات من مختلف بلدان العالم وفي مقدمتها اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب خلال تدخله اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية عن أمله في بلوغ حجم الاستثمارات الأجنبية خلال السنة الجارية أكثر من 2800 مليون دينار.
للمرة الأولى أنه اليابان رابع مستثمر في تونس، الولايات المتحدة الأمريكية هي خامس مستثمر في تونس، بلجيكا هي من أهم المستثمرين في تونس، ولكن تونس زادت تبقى منفتحة على التعامل وعلى تشجيع الاستثمارات من اليابان، من الصين، من كوريا، من كندا ومن كل الجهات هذه. ثم تنامي ورجوع لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أكبر دليل على ذلك هو عملية التوسعة اللي تقوم بها المؤسسات المتصبة في تونس. 2022 سجلنا استثمارات بمبلغ 2221 مليون دينار بزيادة 20% مقارنة مع السنة اللي قبلها، ولكن حتى في 2023 فتنا الحد ذاك متاع 2500 مليون دينار باعتبار وصلنا 2560 مليون دينار بزيادة 13.5%، و2024 السنة الحالية كل الدلائل تشير اللي إن شاء الله باش نبلغه أكثر من 2800 مليون دينار. بالنسبة للثلاثي الأول حاجة الباهية اللي هو رجوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة الطاقة. تحت عنوان اكتشف مواضيع واعدة في التكوين المهني لتعزيز فرص العمل وريادة الأعمال، تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم وغدا الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي يهدف إلى مزيد جذب الشباب نحو التكوين المهني والتعريف بالفرص والأفاق التشغيلية التي يتيحها وطنيا ودوليا، وفق تصريح وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب للزميلة سلوى المجرية. لتكريس محور الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني وهي التعريف والتثمين مسار التكوين المهني كمسار نجاح، لذلك معرض هذا حتى نعرف به الشباب نتاعنا بالفرص التكوين اللي تيحها الجهاز الوطني للتكوين المهني. هناك العديد من المدخلين، هناك العديد من المراكز الموجودة في كامل مناطق الجمهورية بها اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل وهي اختصاصات مهمة للاقتصاد التونسي، كذلك حتى للمؤسسات المنتصبة لهنا في تونس وهي من الكار. هناك العديد من الاختصاصات خاصة في التكنولوجيا، في تكنولوجيا المعلومات، في تطوير التطبيقات على الويب، وهناك اختصاصات ستكون في الصناعات الذكية ومراكز ستفتح. نحن مش ننطلقوا في عملية جودة التكوين. من جهته أكد وزير السياحة محمد المعز بالحسين أهمية التكوين في مهن السياحة والصناعات التقليدية باعتبار أهمية القطاعين في الاقتصاد الوطني. زوز قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني، القطاع السياحي والقطاع الصناعة التقليدية، اللي هما بالأساس يعتمدوا على كفاءات نتاعنا، كفاءات تونسية. نذكروا القطاع السياحي يشغل قرابة 400 ألف تونسي وتونسية طريقة مباشرة غير مباشرة، قطاع الصناعة التقليدية يشغل قرابة 350 ألف حرفي وحرفية، وهذوما معناها بطبيعة الحال الموارد البشرية في حاجة لتأهيل متاعها، في حاجة لتدعيم الكفاءات متاعها في جميع الاختصاصات. هذاك علاش احنا في وزارة السياحة عنا وكالة تكوين في مهن السياحة. السنة هذه عنا حاليا فما قرابة 1700 إطار وعامل اللي هما تحصلوا على تكوين أساسي في 8 مراكز، وفما معنا قرابة 2000 حصلوا على تكوين مستمر. هذا كل يندرج في إطار الجودة الشاملة. وبينت وزيرة المرأة أمال بالحاج موسى الفرص التي يتيحها التكوين على مستوى التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات. لدينا خيار استراتيجي وهو التمكين الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات، وهنا لابد من التوضيح أن التكوين المهني هو دعامة أساسية للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات. مثلا أنه 70% من المنتفعات ببرنامج رائدات مثلا خضعنا إلى تكوين مهني من أجل الانتفاع بمشروع. بالنسبة للواتي ليس لديهن شهادات جامعية، يعني آليا ووجوبا بالنسبة إلى برامج التمكين الاقتصادي سواء كانت قائمة على قرض مثل رائدات أو موارد الرزق فهي لابد من التكوين المهني، ولكن باعتبار أن بعض الشهادات الجامعية مش موجودة في سوق الشغل بقوة فإنه هناك طلبات من أجل التكوين المهني نحو المجالات أكثر تشغيلية. في بقية أخبارنا الوطنية، يعقد مجلس نواب الشعب اليوم وغدا جلستين عامتين للنظر في عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية، من بينها بالخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس. في إطار أشغال صيانة طبقة السير بالخرسانة الإسفلتية على الطرقات المرقمة،
تعلم الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتونس كافة مستعملي جسري الجمهورية والقرش الأكبر والقادمين من المخرج الجنوبي للعاصمة في اتجاه المطار أنه سيتم تحويل ظرفي لحركة المرور بداية من اليوم انطلاقا من 10 ليلا وإلى 5 صباحا لمدة أسبوع، كما سيتم تحويل حركة المرور على الجسرين في اتجاه الضحية الجنوبية ابتداء من يوم الثلاثاء 28 من مايو الجاري من 10 ليلا إلى 5 صباحا لمدة أسبوع، داعية مستعملي الطريق إلى المرور عبر الطرقات الجانبية وتوخي الحذر مع تخفيض في السرعة واحترام الإشارات المرورية الوقتية المركزة للغرض. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. وضمن أخبارنا العالمية، وبمشاركة 10,000 من الأشخاص بينهم مسؤولون مدنيون وعسكريون، أقيمت اليوم في تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية أولى مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أميرة عبد اللهيان ومرافقيهما الستة، وذلك في أعقاب حادث تحطم مروحيتهم شمال غربي البلاد أمس الأول. مراسم تشييع الجثمين الثمانية التي بدأت في تبريز تواصلت بعد ظهر اليوم، حيث تم نقلها إلى مدينة قم المقدسة لدى الشيعة، ومن ثم إلى العاصمة طهران، على أن يتم دفن يوم الخميس بمدينة مشهد مسقط رأس الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. وينتظر أن تشهد البلاد في 28 من جوان المقبل انتخابات رئاسية جديدة، وذلك بعد أن تم إقرار الموعد خلال اجتماع ضم أمس رؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان. ويأتي تحديد موعد إجراء الانتخابات بعد إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي أمس أن محمد مخبر النائب الأول للرئيس أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات. في الشأن الفلسطيني، وفي اليوم 128 بعد 200 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، خلف القصف الإسرائيلي المكثف على المناطق السكنية عشرات الشهداء والجرحى في مخيم البريج وجباليا وبيت لهيا ورفح، بالتزامن مع إعلان المقاومة خوض اشتباكات ضارية في محاور التقدم. وأكدت كتائب القسام قصف مقر قيادة للعدو جنوب غرب مدينة غزة واستهداف قوة صهيونية تحصنت في منزل في تل الزعتر شمالي القطاع وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. كما تخوض المقاومة الفلسطينية مواجهة عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين. على المستوى السياسي، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من تداعيات أي عملية عسكرية إسرائيلية هناك. وخلال الجلسة أبدى المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط مخاوفه من حدوث الأسوأ للمدنيين المحاصرين في رفح والرهائن المحتجزين إن لم تستأنف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل. على صعيد آخر، أبدت حركة حماس استنكارها محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال ضد قادة من الحركة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر وحرب غزة، واعتبرته مساواة للضحية بالجلاد. كما نددت إسرائيل بطلب المدعي العام إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء ووزير دفاعه، وصفة القرار بأنه وصمة عار تاريخية وفق زعمها. التصريحات الأمريكية والإسرائيلية حول مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أكدت مجدداً أن إسرائيل كيان خارج عن كل القوانين والمواثيق الأممية في وقت تواصل فيه حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. دلالات هذه التصريحات في التقرير التالي لنجيب جنات.
التصريحات الأمريكية والإسرائيلية إزاء مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، تصريحات تعكس صورة الكيان الصهيوني المارق عن كل الأحكام والمواثيق الدولية في مرحلة بلغت فيها حرب الإبادة في غزة أحرك فترتها، تصريحات تحاول إرباك المشهد واحتواء مذكرات الاعتقال والزج بالمحكمة الجنائية الدولية في لعبة المزايدات والتجاذبات وإبراز سطوة القوة في مواجهة منطق العدالة والحق. أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي يوضح. التصريحات هي في الحقيقة تبين أن إسرائيل هي كيان خارج القانون، لا يطبق قواعد القانون الدولي، فهي مجرم تحاول أن تضع من نفسها مكانة الضحية، ولهذا عيب على الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تطبق قواعد القانون الدولي في أنحاء متناثرة من العالم، وتعفي إسرائيل من ذلك، وعلى العالم أن يعرف أن هذا الكيان هو كيان غير شرعي سيواصل قتل الفلسطينيين ويتعدى فيما بعد خارج حدود فلسطين، تنغص حياة المجتمع الدولي بأسره. لأن خلفت مذكرات الاعتقال تصريحات أمريكية وإسرائيلية منوئة، فإنها أثارت استنكار حركة حماس بعد صدور مذكرات اعتقال بحق بعض قادتها، وهو ما يطرح أسئلة جدية حول ازدواجية المعايير وطبيعة رؤية المحكمة للضحية والجلاد. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تونس تحتضن بداية من اليوم الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين وتعزيز مسارة الهجرة الآمنة والنظامية، ووزير الداخلية كمال لفقي يؤكد إحباط 3369 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة والقبض على حوالي 600 وسيط ومنظم. انطلاق الملتقى الوطني لتكوين المهني للتعريف بالفرص المتوفرة والأفاق التشغيلية، وفي النشرة وكبنا أشغاله. في العالم بدء مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه، وانتخابات رئاسية مبكرة في إيران في 28 من جوان المقبل، وتصعيد عسكري صهيوني في الضفة والقطاع، وجلسة مفتوحة في مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في مدينة رفح. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء. سوف 80 سنة ونحن معاكم. تسمعونا؟